عندنا، وهذه أحسن رقم أنا أحب أقوله، عندنا 31,000 ما سجلوا لكن ما حبوا يسجلون ولا حبوا يخضعون للنظام، فخرجوا من البحرين طوعيا أو التحقوا بأعمال بحسب القانون. 31,000 صححوا أوضاعهم بحسب الأنظمة دون الالتحاق بنظام العمالة المسجلة. يعني هم ثلاث خيارات، احنا نقول تبي صح أوضاعك تتبع الأنظمة اللي موجودة في مملكة البحرين، منفتح لك المجال بقيود واضحة، مو أي مهنة يرغب فيها الأجنبي يقدر يلتحق فيها تنافس البحرينيين. هناك التزام بمهن معينة والتزام بضوابط مزاولة المهن التخصصية في البحرين، يعني ما ينافسون مهن مطلوبة من قبل البحرينيين، عليهم التزامات. كانوا موجودين في السوق، مو أنا بستحدثهم الآن، كانوا موجودين قبل أكتوبر، قبل شهر أكتوبر موجودين في البحرين. فأنت شو الالتزامات؟ عنوان البيت، تأمين الصحي، تذكرة السفر، كثير من الالتزامات المالية تصل إلى حوالي 850 دينار يدفعها حتى يكون نظامي وتحت إشراف ومتابعة الدولة. فعندنا الآن نجحنا في كتلتين، الكتلة اللي سجلت 42,000، الكتلة اللي صححت أوضاعها تلقائيا، الكتلة الكبيرة اللي تمت مخالفتها ويوميا تسمعون الحملة اللي بين بين الهيئة وبين الداخلية، والحقيقة يعني في أرقام كبيرة ومشجعة لعملية الترحيل.